قبل 47 عاما من الآن، رمال صحراء سيناء هائجة تتحرك بكل اتجاه كأن زلزالا ضربها. مئات الدبابات تشتبك وجها لوجه وفوهة لفوهة بفاصل يقل عن كيلومتر واحد. وهج القذائف والرصاص وحده يضيء الظلام الدامس، لكنه لم يكفي جنديا مصريا ليميز دبابة إسرائيلية صعد على متنها ليطلب سيجارة ممن ظنهم مصريين. بحسب شهادة جنرالات وجنود إسرائيليين تحدثوا عن ويلات رأوها بأم الأعين في أكبر معركة دبابات وقعت منذ الحرب العالمية الثانية، خلفت أكبر خسائر بالدبابات والمدرعات والأرواح للإسرائيليين بتاريخهم، حين اشتبكوا مع المصريين بتاريخ 15 من أكتوبر ضمن حرب عام 1973 في معركة سميت المزرعة الصينية وقعت على الضفة الشرقية لقناة السويس. رغم مرور نحو نصف قرن عليها، إلا أنها لم تبح بكل أسرارها، لتبقى بإجماع العسكريين المصريين والإسرائيليين صندوق حرب أكتوبر الأسود. فماذا حدث بهذه المعركة وما سبب تسميتها؟ وكيف طبق المصريون خدعة أبادوا فيها دبابات إسرائيل؟ يابانية لكن صينية. لم يكن يعرف المصريون أو اليابانيون أن محطة زراعية تجريبية أسستها مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس خلال الخمسينات باستخدام معدات ري آلية مستوردة من اليابان، ستغدو ميداناً لأكبر معارك الدبابات بالعصر الحديث منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن الصينيين لم يكونوا ليتوقعوا أن تحمل المعركة اسم بلدهم، بعد أن قرأ جنود إسرائيل أحرفاً يابانية على معدات الري فظنوها صينية ليطلقوا على المحطة اسم المزرعة الصينية على خرائطهم العسكرية بعد احتلالهم لها أثناء حرب نكسة يونيو عام 1967. لكن ما إن اندلعت حرب أكتوبر حتى استعاد المصريون المزرعة خلال الساعات الأولى بسبب أهميتها ووقوعها على الطريق المؤدي إلى أبو طرطور الاستراتيجي، حيث عبرت كتيبة مصرية يوم 6 أكتوبر المانع المائي لقناة السويس في نصف ساعة، ثم تقدمت شرقا لتحقق مهمتها الأولى بتحرير رؤوس الجسور الأولى مع صد وتدمير الهجمات المضادة التي وجهت إليها. فكانت حصيلة الاشتباكات الأولى تدمير 5 دبابات إسرائيلية وعزل النقطة القوية في الديفرسوار وحصارها، قبل أن تطور الكتيبة هجومها فوصلت إلى المزرعة الصينية ودمرت القوات الإسرائيلية فيها واستردتها خلال ساعات، لتبدأ تل أبيب على الفور التخطيط لاختراق القوات المصرية عبر المنطقة الواقعة بين الجيشين الثاني والثالث بهدف فتح مساحة لتجميع جسور عائمة لعبور القناة، على أن تتحرك بعدها الفرقة 143 المدرعة الإسرائيلية لقطع خطوط الإمدادات للجيش الثالث المصري. فكانت معركة المزرعة الصينية التي اشتبك بها لواء مشاة ميكانيكي للجيش المصري مع فرقتين مدرعتين مع كتيبة مظلات للجيش الإسرائيلي، وشارك بها أبرز قادة الجانبين مثل سعد الدين الشاذلي المصري وحيين برليف وإريل شارون الإسرائيليين. الخدعة القاتلة. ما إن استنفدت قوات إسرائيل كل الفرص لاستعادة المزرعة الصينية حتى استدعت أقوى جنرالاتها لوضع خطة محكمة وحشد القوات بهدف تحقيق اختراق تنفذ منه قوات إسرائيل إلى غرب القناة. وكانت الخطة الإسرائيلية قائمة على 3 مراحل. الأولى تبدأ بمهاجمة قوات أدان للجناح الجنوبي للجيش المصري الثاني والجناح الشمالي للجيش المصري الثالث بهدف صرف الأنظار عن قوات شارون. أما المرحلة الثانية تتضمن اختراق قوات شارون خطوط القوات المصرية وتأمين منطقة لعمل جسر عائم على جانبي القناة مع استخدام القوارب المطاطية لتعبر قوات شارون القناة بالمرحلة الثالثة، وتنسحب
تنسحب قوة أدان إلى منطقة الممرات. وبناء على الخطة بدأ الهجوم الإسرائيلي في 15 أكتوبر باتجاه الجانب الأيمن للجيش المصري عند محور الطاسة والديفرسوار باستخدام كل وسائل النيران من قوات جوية وصاروخية ومدفعية. إلا أن قوات مصر نفذت خطة تمويه مخادعة مكنتها من عدم خسارة أي جندي، إذ كانت إسرائيل ترسل قبل أي ضربة جوية طائرات لتصوير الكتيبة، وبعد التصوير مباشرة كانت القيادات المصرية تنقل الكتيبة بالكامل لمكان آخر لتقوم طائرات إسرائيل بضرب مواقع فارغة وهي تعتقد أنها تبيد المصريين الذين كانوا بحسب شهادات جنود يشاهدون طائرات إسرائيل تقصف وهم يضحكون ويلقون النكات ويصرخون مطالبين بزيادة القصف أكثر، ما جعل البعض يصفها بالخدعة العسكرية الطريفة القاتلة. حكاية لم تروى. مع حلول الساعة 8:15 من مساء اليوم ذاته سمع أفراد الكتيبة المصرية من بعد أصوات جنازير الدبابات الإسرائيلية قادمة بأعداد كبيرة من اتجاه الطوسة، بعد أن اعتقد الإسرائيليون أن التمهيد الجوي والقصف المدفعي أتى ثماره ليبدأوا هجوما شاملا مركزا على الجانب الأيمن للكتيبة المصرية بقوات مشكلة من 3 ألوية مدرعة تضمنت 300 دبابة انضوت تحت قيادة شارون باللواء الأول، و300 دبابة لفرقة أدان الثانية، و200 دبابة لفرقة مانجن الثالثة، إضافة إلى لواء مظلات ميكانيكي وآخر للمشاة، فيما كان مجموع الدبابات المصرية المرابطة يتراوح بين 800 و1000. وبقرار من قائد الكتيبة المصرية تم حبس النيران لأطول فترة ممكنة، وبإشارة ضوئية منه تم فتح نيران جميع أسلحة الكتيبة 16 مشاة ضد دبابات إسرائيل، لتندلع بعدها مواجهة الدبابات الكبرى التي فاجأت الإسرائيليين المتقدمين، حيث تمكن المصريون من تصيد دباباتهم واحدة تلو أخرى وتدمير المدرعات بصواريخ موجهة وقذائف دقيقة، خاصة أن المصريين حفروا الخنادق مثل حدوة حصان، ما أتاح لهم إطلاق النار على ألوية إسرائيل من 3 جهات، لتتحول المزرعة الصينية خلال ساعات إلى مقبرة عربات وجنود. حتى دبابات إسرائيل التي نجت وحاولت الانسحاب ضلت طريقها بالظلام الدامس، فوصلت إلى مكان تمركز دبابات المصريين ليقع طواقمها أسرى. المعركة استمرت مدة 2:30 حتى أول ضوء فجر 16 أكتوبر الذي جاء مكسوا بالضباب، ما ساعد القوات الإسرائيلية على سحب جثث قتلاها وإخلاء الجرحى، لكنها لم تستطع سحب دباباتها وعرباتها المدرعة المدمرة، إذ ظلت أعمدة الدخان تنبعث منها طوال اليومين التاليين. الصندوق الأسود. ما زالت شهادات قادة وجنرالات وجنود إسرائيل تحكي إلى اليوم أهوال معركة المزرعة الصينية، إذ يقول يوريك فارتا أحد الجنود الذين نجوا من المعركة: أعتقد أنني وزملائي أرسلنا إلى هذه المعركة لنكون طعاما للدبابات. فيما يقول جندي آخر يدعى إيلان كوهين: لقد صعقت من المناظر، لم تخرج سيارة مدرعة إسرائيلية من هذه المعركة بدون جرح غائر. بينما كانت صواريخ السوفيات لب شهادة الجندي شوكي فاينشتاين، فقال: لقد كانت صواريخ RPG الروسية مفاجأة الحرب المرعبة لسلاح المدرعات الإسرائيلي. أما الجنرال موشي عفري قدم شهادته بقوله: لقد فاجأنا الجنود المصريون بشجاعتهم، لقد تربى أبناء جيلي على أن الجندي المصري ما إن يرى دبابة سيهرب. هذا لم يحدث، استيقظنا على الحقيقة المرة، لم تنخلع قلوبهم أمام الدبابات. ليس لدي تفسير لهذا الموقف سوى أنهم كانوا سكارى بالنصر. أما موشي ديان فقال: لم أستطع إخفاء مشاعري، مئات من العربات العسكرية الإسرائيلية المهشمة والمحترقة متناثرة في كل مكان. إلا أن كل هذا لم يكن كافيا للكثير من الإسرائيليين لفهم حالة الرعب والفزع والآثار النفسية الهائلة التي خلفتها المعركة لدى كل
الإسرائيلي شارك بها وخرج حيا، حتى تم إنتاج فيلم تسجيلي إسرائيلي باسم المزرعة الصينية عام 1998، أنتجه ابن أحد الجنود الإسرائيليين الناجين ممن تدهورت صحتهم النفسية جراء كوابيس يرى فيها كل يوم أنه يدفن أصدقائه بصحراء سيناء. لكن المفاجأة بالفيلم أن كل من تم الحديث معهم كانوا بصحة نفسية سيئة، وأكدوا أنهم عاجزون عن ذكر كل الحقائق، وكأن المعركة صندوق أسود لا يجب فتحه.